هذه المسائل وشغلح شانكم والأمة أجمعين، وقولوا لرب العرش يا الله بالصدق، قولوا يا الله وبخالص الوجه قولوا يا الله، شرفوا وزينوا ألسنتكم بهذا الاسم العظيم، اسم الإله الكريم، ونادوه وقولوا يا الله، وزينوا قلوبكم بأسرار اسمه، وقولوا من قلوبكم تتبعها ألسنتكم يا الله. كل الأصوات في الدنيا تغبط هذا الصوت، تتمنى في الآخرة أن شاركت أهل هذه الأصوات صوت نداء الواحد الأحد، وبأرواحكم قولوا يا الله، وبأسراركم قولوا يا الله، وبكلياتكم قولوا لمن يسمعكم ويراكم ويحيط بكم وهو عليكم رقيب وإليكم ناظر الحق الواحد المتعالي يا الله يا الله يا الله، أنت عدتنا في الحياة يا الله، أنت عدة كل منا عند وفاته يا الله، أنت عدة كل واحد منا في حاجاته، في نفسه وأهله وأولاده، في ظاهره وباطنه يا الله، وساعة الوضع في القبور أنت عدتنا لها يا كريم يا غفور، نقول لك لذاك الموطن يا الله، ونقدم لذاك الموطن يا الله، وساعة البعث والنشور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، عد عدتنا يا الله، نقدم لذاك الحال يا الله يا تطاير الصحف والكتب إما باليمين وإما بالشمال من الأمام أو خلف الظهور لتلك الساعة يا رب، أنت العدة يا الله، نعد لها ونقدم لها يا الله، ولتشهد كتبة الصحف أن قدمنا لتلك الساعة نداءك الآن، مؤمنين بك، مصدقين بما جاء عنك، مصدقين لرسولك فيما أخبر، نعد لساعتي تطاير الصحف يا الله، وساعة وضع الميزان العظيم الشان ووزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، لذاك الميزان وساعة وزن أحدنا لأعماله وما كان منه، نعد لك يا الله، قل يا الله، قدمنا لساعة الوزن يا الله، اليوم نناديك لذاك اليوم، فارحمنا هنا وفي ذاك اليوم يا الله يا الله يا الله، ولساعة العرض عليك، لساعة العرض عليك، لساعة العرض عليك، والوقوف بين يديك، وإذا نودي على اسم أحدنا ليقوم فلان بن فلان للعرض على الله، ساعة علينا مقبلة وشانها عظيم، أيقنا بها وآمنا بها وصدقنا بها، وما أعددنا لها إلا يا الله يا الله يا الله، اقبل هذا الدعاء ولا تخيب الرجاء، واجعل هذه القلوب
يا مولانا يا مولانا مخلات عن الاعتماد على غيرك وهي في هذه الدار حتى تكون أنت لها العودة في السر والإجهار. يا الله يا الله يا الله. وإذا نصب الصراط على متن جهنم وجيء بنا ونودينا بالمرور على الصراط وعليه الكلاليب كشوك السعدان لا يعلم قدر عظمها إلا أنت تخطف الناس إلى النار. يا الله يا الله عدتنا لتلك الساعة. يا الله يشرب به من شرب ويطرب به من ضرب ويقرب به من يقرب فقلها واشرب كاسها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قلها بصدق قلها بحق قلها بجمعية قلها بإقبال قلها بأدب قلها بتواضع قلها بخضوع